وزير الماليه السيد عمرو الجرحي. مساء الخير يا سياده الوزير. مساء الخير يا استاذه لميس، اهلا بيك. يعني لو تشرح للناس يعني ايه ضريبه القيمه المضافه. طيب انا بس خليني حضرتك ارجع قبل ما اتكلم على القيمه المضافه اتكلم على الوضع المالي اللي احنا فيه دلوقتي. اتفضل. يعني احنا الحقيقه بقى لنا في حدود الخمس سنوات الاخيره يعني بنعاني من عجز بيتراوح ما بين 11 ل 13%، وده الحقيقه حجم عجز كبير وما نقدرش نستمر بيه كده لفترات اطول. فبالتالي زي ما حضرتك ما قلتي ان احنا لازم نبتدي نعمل برامج اصلاحيه ماليه تسمح لنا ان احنا نرجع بهذا العجز بنسب اقل من كده، ونتمنى ان احنا نقدر نكون في حدود 10% او اقل منها في العام الحالي. وده بيتطلب يعني مجموعه من الاجراءات، منها حاجات تتعلق بمستويات الصرف ومنها حاجات تتعلق بزياده الايرادات. في نفس الوقت يعني الجميع لازم يفهم انه الضريبه الحقيقيه اللي الناس بتدفعها واللي احنا حتى ما بنقدرش نتحكم فيها، كل ما يكون في عجز في الموازنه وعجز في الموازنه بيزيد معناه انه اعتماد على الدين بشكل كبير، الاعتماد على الدين وزياده الفوائد، وبيزيد العجز بعديها بمرات اخرى، وبالتالي اللي بيحصل في نهايه الامر انه ده كله بيأثر على التضخم. زي ما احنا شايفين انه مستويات التضخم ابتدت ترتفع في الفتره الاخرانيه، واذا كان في ضريبه بتدفع وضريبه عاليه هي التضخم، كلما زاد العجز الموازنه كلما زاد التضخم، ده قاعده واضحه جدا. صحيح. بالتالي اللي لازم نعمله كاصلاحات ماليه نقدر نرجع بيها بعجز الموازنه من المستويات اللي هو فيها دي ونرجع بيها للمستويات اللي كانت موجوده عندنا قبل كده، نرجع بيها ل 10% واقل من 10%، وبالتدريج ننزل لمستويات ادنى. يعني نتامل ان احنا في خلال فترة معينة في خلال من 3 لـ5 سنوات ننزل بحدود 7 و8%، بحيث ان احنا يبقى عندنا شكل موازنة محترم من ناحية العجز ومن ناحية كمان الدين. احنا مش عايزين الدين، احنا واصلين لمستوى ممكن يكون في حدود 97-98%، لازم نتحكم في مستويات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وما نسيبهاش تفلت مننا على مدار الأعوام بشكل يصبح مشكلة في كل ما يعدي الوقت كل ما المشكله بتكبر. فبالتالي الـ 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 الامر ده لازم يبقى واضح جدا انه الضريبه الحقيقيه والصعبه اللي بتدفعها الناس هو التضخم اللي ممكن تكون اللي يكون بنواجهه في الفترات اللي بيزداد فيها عجز الموازنه. لو انتقلت مع قبل بس ما ننتقل لضريبه القيمه المضافه سياده الوزير، يعني بما انك بتتكلم على يعني فكره الاصلاح والوضع المالي اللي احنا فيه، كان محافظ المركزي وكان في صدر التصريحات الحقيقه من الحكومه انه بخطه الاصلاح المالي والاصلاح سعر الصرف وغيره، خطه الاصلاح المالي بتقوم على ايه غير ضريبه القيمه المضافه؟ لا هو الحقيقه في بنتكلم على ضريبه القيمه المضافه، بنتكلم على ان احنا بن 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 يعني بن بن ما بنزودش عناصر الانفاق زي ما كان موجود في الفترات السابقه، ان احنا نسيطر على الـ 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 الارقام الدعم باكبر قدر ممكن، ان احنا نحسن كفاءه الدعم والوصول الى المستحقين بحيث انه المستفيدين من الدعم هم يكونوا الـ الافراد الحقيقيين والمواطنين الحقيقيين اللي المفروض يتمتعوا بالدعم. في ما زال في طبعا عناصر في منظومه الدعم ما زالت بتتمتع بدعم يعني مش هو في اكفأ صوره، احنا عايزين نوصل بمنظومه الدعم الى اكفأ الصور الممكنه بحيث انها توصل فعلا لمستحقينه وما تذهبش ل من لا يستحقوه، فده امر من الامور الهامه جدا ان احنا نقوم. هل ده معناه يا سياده الوزير ان احنا هنتحول للدعم النقدي بشكل اكبر ولا بشكل كلي؟ هو 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 في هو في بالتدريج بيحصل هذا الامر، يعني في التمويل ده بيحصل في البرامج التضامن الاجتماعي زي تكافل وكرامه ومعاش الضمان الاجتماعي ده بيحصل، لكن في يعني طول الوقت احنا بنشتغل على تحسين مثل هذه المنظومات. ومن اهم ما يمكن ان احنا نعمله في الموضوعات دي ان احنا بنحسن قاعده المعلومات وقاعده البيانات بحيث ان احنا بنقدر نوصل بشكل كبير قوي للمستحقين عن طريق انيشيتيف كتيره او مبادرات كتيره بالنسبه للانفورميشن تكنولوجي وقواعد المعلومات وقواعد البيانات اللي تقدر لنا في نهايه الامر مين هو المستحق ومين هو غير المستحق. فده امر هام للغايه بالنسبه لنا ان الدعم يصل في نهايه الامر الى المستحقين.
طيب الفجوه التمويليه قد ايه يا سياده الوزير؟ يعني دلوقتي احنا بنعاني من فجوه تمويليه قد ايه؟ ولو تلاحظ طبعا احنا عندنا تحذيرات من مؤسسات التمويل الدوليه بتخفيض التصنيف، يعني اخر تقرير لموديز كان بيتكلم على كادت نيجاتيف وبيحذر من خفض التصنيف، وانت عارف ان ده له تاثير كبير على طرح السندات وعلى فرصنا في الاقتراض، فالفجوه التمويليه اللي احنا بنعاني منها قد ايه؟ احنا بنتكلم في حدود 10 مليار دولار سنويا، فبالتالي لازم نكون قادرين على ده. 10 بس يا سيادة الوزير، انا كنت متخيلة انها 30 تقريبا. لا لا لا، مش في سنة واحدة، يعني 30 ده ممكن نتكلم على 3 سنوات، مش في سنة، مش في سنة واحدة. فبالتالي الـ 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 الامر ده كان مهم. يعني في بعض اللي هي الشركات التصنيف، في ناس قالوا انه في تساوي ما بين فرص التقدم وتساوي ما بين المخاطر اللي موجودة. الفكرة كلها ان احنا يعني زي ما قلت لحضرتك في البداية ان احنا ما نقدرش نترك الامر بعجز كبير ونستمر فيه لفترات طويلة، لانه المنظومة كلها يعني بتغذي نفسها، بمعنى انه كل ما بيزيد العجز كل ما بيزيد الاحتياج التمويلي، كل ما بيزيد علينا سعر الفايدة. انا اقدر اقول لحضرتك انه الموازنه السنه الجايه احنا داخلين بموازنه فيها حجم عجز بنهدف له 320 ل 330 مليار جنيه، يعني تقريبا كم في الميه؟ احنا مقدرينه بحدود 10%، بنحاول بنطمح ان احنا نوصل ل 10% عجز نزولا من العجز اللي هو اتحقق في 15 16، ولكن من ضمن هذا الرقم احنا بنتوقع انه الفوائد تكون في حدود من 292 ل 300 مليار جنيه السنه الجايه، فده رقم كبير جدا ما نقدرش الحقيقه نعيش بيه على فترات طويله، على الاقل لو ما كانش انه الرقم نفسه هيقل يبقى الرقم كنسبه من اجمالي الموازنه، كنسبه من اجمالي الموازنه يقل، وبالتالي الدين كمان كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي يقل. ده امرين في غايه الاهميه ان احنا نحققهم، لانه برضو في غايه الاهميه بالنسبه لنا ان احنا نبتدي نجتذب استثمارات خارجيه، سواء استثمارات مباشره او غير مباشره، وده هيتاتى بان احنا نعالج كل الموضوعات مع بعضيها، ما نقدرش ناخد علاج الموضوعات ده اجزاء منفصله ونسيبها، فلازم يكون عندنا قدر من التكامل في الاصلاحات اللي احنا عايزين نقوم بيها في الفتره القادمه. طيب نشرح للناس بقى يعني ازاي ضريبه القيمه المضافه دي جزء من الاصلاحات، ماذا تعني، وليه هي جزء من اصلاح هيكلي لمنظومه الضرائب في مصر؟ هو الحقيقه يعني برضو ارجع للضرائب، احنا يعني حاجه برضو مهم ان نعرفها انه احنا عندنا ما يسمى بالسياسه الضريبيه، او ان احنا ممكن نعمل قوانين في الضرائب وغيره وغيره، ولكن في نفس الوقت مهم جدا ان احنا نتكلم على الاداره الضريبيه. ممكن النهارده نكون بنطلع قوانين، ممكن نكون بنطلع تشريعات، ولكن في نهايه الامر لو الاداره الضريبيه مش على اعلى مستوى من الكفاءه يبقى بتطلعي تشريعات او قوانين من غير ما تكون الاداره الضريبيه قادره على الحقيقه انه في السنوات الاخيره كثير من المشروعات توقف نتيجه اللي كان حاصل في البلد. احنا في الفتره اللي جايه هندفع بالكثير من التطور، الكثير من الاستثمار في الاداره الضريبيه، من تحسين في بيئه العمل، من التحسين في زي ما قلت قواعد البيانات والتكنولوجي والتدريب، بحيث انه يبقى عندنا المصلحه قادره واللي بيعملوا فيها قادرين على تنفيذ السياسات اللي احنا عايزين نحطها. لو هتنقل بعد كده قانون القيمه المضافه، هو قانون بيهدف الى ان احنا بنوسع القاعده الضريبيه وبنطبق حاجه موجوده في العالم كله، يعني احنا مش بنبتدي بحاجه من الصفر، وهي قانون القيمه المضافه بيستبدل قانون ضريبه المبيعات، لانه في ناس كثيره تحت انطباع انه ده قانون جديد جنب القوانين الاخرى، لا الحقيقه انه ده بيستبدل ضريبه المبيعات، يبقى عندنا قيمه مضافه وهي موجوده في 150 بلد حول العالم، مش حاجه جديده، وبتستبدل ضريبه المبيعات في الوقت الحالي. هي بتهدف لتوسيع القاعده الضريبيه وان احنا بنديل اي تشوهات زي ما حضرتك قلتي، وبنعمل كمان على فكره ان احنا نؤكد على اصدار الفواتير، يعني وهناخد كل الاجراءات المطلوبه علشان نتاكد من اصدار الفواتير، زائد كده ان احنا برضو في الفتره القادمه هنشتغل على نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث ان احنا نبتدي بالتدريج ندخلها جوه المنظومة، ما تبقاش فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، عايزين ندخلهم في الاقتصاد الرسمي ولكن بنظام مبسط ونظام ما هواش صعب ولا يوجد به
تعقيدات كبيره علشان الناس تقدر تيجي وتقدر تبقى يعني تبقى موجوده في المنظومه وتستفيد باي تسهيلات موجوده نقدر نديها للمنشات الصغيره المتناهيه. ضريبه المبيعات كانت 10%، احنا بنتكلم في ضريبه مقترحه. ده المتوسط بتاع حضرتك ضريبه المبيعات، ولكن هي كانت بتتمتع يعني مش بتتمتع فيها اسعار كثيره. الفرق ما بين ضريبه المبيعات والقيمه المضافه ان القيمه المضافه بتحاولي تطبقي السعر العام، مقابل ان انت كنت بتطبقي في ضريبه المبيعات اسعار كثيره. الحاجه الثانيه في ضريبه المبيعات ان انت كنت يعني في السلع كنت بتطبقي قيمه مضافه، في الخدمات ما كنتيش بتطبقيها. النهارده انت بتطبقي القاعده العامه في القيمه المضافه ان كل السلع والخدمات خاضعه للضريبه الا المعفى منها. والحقيقه احنا في ضريبه القيمه المضافه ما زال موجود لسته اعفاءات كبيره جدا، وهي لسته اعفاءات بتخلي انه ما يمس حياه المواطن العادي بشكل يومي ما بتاثرش عليه. يعني لو هنتكلم على كل او الغالبيه العظمى من المواد الغذائيه بنسبه تزيد عن 95% كلها معفيه من الضرائب غير خاضعه. كثير من الخدمات واهمها النقل والصحة والمواصلات وغيرها برضو معفية من الضرائب. فبالتالي احنا مش عايزين نمس الحاجات اللي بتمس المواطنين في الحياة اليومية، وبالتالي بنبطئ أي أو يعني بنلغي أي تأثير على الفئات الأقل دخل. ما تنسيش برضو حضرتك أن قانون القيمة المضافة هو مشابه ليه، يعني نقدر نقول عليه consumption tax أو يعني ضريبة استهلاك. كل ما الشخص بيستهلك كل ما بيدفع الضريبة، بما معناه انه 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 انا بفرض يعني الضريبة تبقى اكتر لكل الاشخاص كل ما بتستهلك. وفي العالم في طريقتين، في طريقة انه بيبقى في لو الحجم الاعفاءات كبير بيبقى معاها الريت كبير عشان يعوضه. في بلاد تانية او مدرسة تانية انه لو حجم الاعفاءات قليل بيقلل سعر الضريبة. فبالتالي احنا كمان حاطين في الموضوع ده قائمة اعفاءات كبيرة بحيث انها ما تمسش المواطنين اللي هم الاقل دخل. هل دقيق ان الضريبة المقترحة سعرها 14%؟ هو بص حضرتك احنا يعني مش قادر اقول لحضرتك دلوقتي انه ما هو ده المطروح في مجلس النواب. بس هو الفكرة كلها ان احنا لسه يعني في ضمن الاعفاءات، لان هي تعتبر كباكج مع بعضها. يعني النهاردة لو حجم الاعفاءات كبير وكمان هقلل الريت الى حد كبير، يبقى انا ما بعملش حاجه والعكس، واخد بال حضرتك ازاي؟ فاحنا دي تركنها للمناقشه اللي انا وصل لها. وكان قيل برضو زي ما حضرتك ما قلتي ان احنا حاطين حاجات على البنزين. لا احنا مش حاطين حاجات على البنزين، ده اللي خاضع، ده اللي اوريدي البنزين خاضع ليه، مش بنعمل حاجه جديده يعني. توقعاتكم ان الضريبه دي تحقق كام يا سياده الوزير، وهتبتدي تطبيقها امتى؟ احنا هنبتدي تطبيقها في الشهر التالي من الموافقه، يعني في حاله انه البرلمان بيوافق على القانون هنبتدي في التنفيذ في الشهر التالي على طول. في الشهر التالي ومتوقعين انها تدر دخل قد ايه؟ عائد قد ايه؟ والله هو حسب العائد احنا بنتكلم في حدود من خمس، يعني على المستوى الاجمل بنتكلم الاجمالي بنتكلم فيه حدود من 25 ل 30 مليار جنيه. بس برضه حضرتك ما تنسيش انه لما بنقول على اعفاءات بنقول في حاجه اسمها، يعني اسمحي لي بس اقولها باللغه الانجليزيه، التاكس اكسبندتشر او مصروفات الضرائب. يعني انا كل ما بعفي كل معناه انه انا في بالنسبه لي ضريبه ما بتجيش، واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي بتسمى في الـ يعني الاوساط الماليه اللي انا يعني بنتمي اليها بتسمى بالتاكس اكسبندتشر، انه بالنسبه لي كفرصه بديله. ولكن ده احنا امر قابلينه لانه اوضاعنا ما تسمحش بغير كده. هو فبالتالي اللي بنتوقعه زي ما قلت لحضرتك الرقم، ولكن في من ناحيه ثانيه انه انا ما بخضعش حاجات كثيره وبدي اعفاءات كثيره نتيجه الظروف اللي احنا بنمر بيها، وده امر احنا قابلينه تماما وقابلين اي شيء انه يقلل من اي ضغوط سعريه على الفئات الاقل دخلا، وبالتالي بالتدريج الى ان نصل الى الفئات الاكثر دخلا. وفي دراسه موجوده بتتكلم عن مستوى التضخم اللي موجود. طبعا لما بقول لحضرتك مستوى التضخم ما بتكلمش، ده اثرها التضخمي تقريبا كام يا سياده الوزير؟ احنا حضرتك في المتوسط 1.3%، وده بيحصل مره واحده، يعني ده مش تكراري، يعني انت بتعمليه مره واحده ويبقى خلاص. ولكن الاهم من كده ان احنا بنتكلم في
الفئات مثلا ال 10% الاقل التضخم عليها مش هيبقى اكثر من 0.5%، ال 10% اللي بعديهم هيبقى 1% وهكذا تدريج 1.25%، فبالتالي لغايه ما اوصل للفئه الاقل اللي هي في ال 30% او 40% اللي تحت ممكن يبقى التضخم عليهم في حدود 1.5%. طيب. طبعا ده انا بتكلم بمعزل عن كفاءة الأسواق أو عدم كفاءة الأسواق، إنه بيحصل مثلا استغلال أو حاجة من هذا القبيل لأي أخبار بتنشر وبالتالي الناس بتبتدي تتحرك تخزن وكده. طب سؤالي بقى الأخير، السندات الدولية متوقعين هتكون، يعني كنا سمعنا أنها في الربع الأخير من هذا العام، هل ما زلنا عند نفس الخطة؟ إحنا شغالين في هذا السياق، إحنا شغالين في هذا السياق وبنتحرك فيه بهذا الشكل، وربنا يسهل إن شاء الله يستضيفنا فيها النجاح بإذن الله. بقيمة قد إيه يا سيادة الوزير؟ هنحاول في حدود من 2 ل 3 مليار دولار. شكرا السيد وزير المالية السيد عمرو الجرحي.